لي منتخب من المنتخبات اللي مشاركين في أمم أفريقيا، أنا بقول لك بجد من اللي أنت اتفرجت عليهم، لو رضا عبد العال مسك منتخب من المنتخبات دي ياخد بين بطولة أفريقيا ويوصل كاس عالم بعيدا عن منتخب مصر، يعني منتخب تاني. منتخب تاني؟ الجزائر، المغرب، تونس. الجزائر، المغرب، تونس. ليه؟ عشان عندهم لعيبة الفكر بتاعهم عالي وهينفذوا اللي انت عايزه، رغم ان الجزائر مهددة ان هي ممكن ما توصلش. الجزائر لو وصل 16. بص بكرة الجزائر لو وصل، الجزائر خرج من الأمم واخد البطولة. شوف بقى برغم التعثر ده. اصل بص يا اسلام هقول لك في اختصار وبسرعة، الجزائر واقفة معاهم، الكرة واقفة معاهم، الجزائر تيم محترم جدا. بص للماتش اللي خسروه وتعادلوه، شوف مضيع كام فرصة، واخد بالك؟ لا واقفة معاهم دي، لو فكت، انا بقول لك لو فكت ماتش بكرة بتاع الكوت ديفوار محدش هيوقفهم تاني، يكسبوا الكوت ديفوار، يكسبوا اي حد. لو مشيت، لو الكرة مشيت، ده محرز مضيع الماتش اللي فات يا راجل، ده قبل الجون ما يخش فيهم الراجل مطلع كرة من على الخط، مرتين، واخد بالك؟ وتترد فيهم وتخش جون عجيب الشكل، كوره بتتعمل بتخبط في رجل الراجل، بتقعد تلف لغايه ما الراجل يجي من ورا وتكملها. ولو الجزائر خرجت من من التصفيات يا كابتن رضا، انا بقول لك واحنا ان شاء الله ناخد بطوله ده فرصه، فرصه ده هتبقى فرصه. لا مش احنا بس، كله هيطمع في البطوله. احنا اول منتخب، يعني الجزائر هي المرشح الاول للفوز ببطوله امم افريقيا، رغم ان هي مهدده بالخروج من الدور الاول. طبعا فرقة واحدة، فرقة من الاثنين، نيجيريا او الكاميرون يا اسلام، تاخد مش الجزائر. لا مش الجزائر، لو الجزائر لما تبطل انها تلعب بثقة زايدة او يا حبيبي، ده تيم كامل متكامل يا كابتن، ده ما جابوش جون في البطولة لحد دلوقتي حبيبي، ما واقفة معاهم. طيب ما عدم الثقة مع المدرب المغرور بتاعه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، هم واخدين البطولة حبيبي، في بصمة، في بصمة معمولة، الكره بتروح لغايه الجول مش عايزه تخش. الجزائر بتتحجج بالملعب. ايوه طبعا، الملعب وحش طبعا يا كابتن. طبعا اشمعنى فرقه الجزائر لما هي مش الجزائر بس وكوت ديفوار؟ طيب اوكي، اشمعنى الفرقه الوحيده اللي دلوقتي بتتكلم على الملعب الجزائر؟ طب اقول لك على حاجه، طب ما اللجنه اللي هي منظمه قالت لك بعد ماتش الجزائر والكونغو الملعب ده هيتقفل، مش هيلعبوا عليه ليه؟ ده مش سبب ان انت بتلعب في افريقيا. لا سبب طبعا، لا يا كابتن، ده ماتش مصيري يا كابتن. الملاعب في افريقيا بالسوق دلوقتي بقت، لا بس هقول لك البطوله دي فيها ملاعب كويسه الا الملعب اللي هيلعبوا عليه بكره، بدليل ان الفرقتين احتجوا. ما انت عارف لو الجزائر بس هنقول ده بيتمحكوا وبيعملوا الحجج من دلوقتي. والله بيعملوا حجج يا كابتن يا جدع. لا يا جدع، والله الجزائر اقوى من نيجيريا يا كابتن رضا. الجزائر اقوى فرقه لو لو مشيت معاها، مش فائت اقوى فرقه الجزائر. انا بقول لك على مسؤوليتي يا كابتن رضا، لو الجزائر ما وصلش يبقى في حاجه غلط. مصر بطل البطوله. لا طب وليه ما تقولش ان منتخب مصر يقدر من ضمن المنافسين بقوه حتى لو الجزائر صعدت لدور 16؟ لا انا بقول لك عشان منتخب الجزائري اقوى، لو احنا قابلناه هيبقى في مشاكل في المباراه. طب انا هقول لك على حاجه بقى، تقولهم عندهم احنا انا اتمنى، انا بقول لك المستوى دلوقتي، بس هي حاله، هي حاله المنتخب، هي حاله، حالتهم هو لو حالتهم هو لو هيتعادل مع سبيل. انا بقول لك هو لو المنتخب الجزائري هياخد نقطه واحده لغايه دلوقتي، المنتخب الجزائري لو ما وصلش منتخب مصر هياخد البطوله ان شاء الله على مسؤوليته. يعني انت انت مصيرك مربوط بالجزائر عشان انت اقوى فرقه في البطوله؟ ده مين قال لك كده؟ الجزائر اقوى فرقه يا راجل، ده سيراليون مفاجاه البطوله، ده جزر جزر القمر. هو في ماتش لازم يبقى عندي، مفيش ماتش زي ماتش الجزائر لغايه دلوقتي. يا راجل ده نيجيريا، هي والجزائر، هي والجزائر، نيجيريا والجزائر، هو المرشح او الجزائر ونيجيريا. مش عشان هم كانوا عندهم سوء توفيق في مباراه يبقى خلاص المنتخب مش قوي. لا فرقه جامده، فرقه تقيله، عندهم أيوة محترفين تقال، ولا بس هم كانوا بيلعبوا بتعالي شويه. لا مش تعالي، هو ممكن يكون الماتش الاولاني يا كابتن رضا، الجزائر بتلعب بتعالي، هم فرقه قويه ومنتخب قوي يا حبيبي، بس مش محترم الفرقه اللي بيلعبها، عنده ثقه انه يكسب. وعند زي ما احنا قلنا النهارده في منتخب مصر، يعني احنا قاعدين بنتفرج ازاي منتخب مصر ما يجيبش في اول دقيقه او اول ربع ساعه جول. ما انت لو انت قوي انزل من بالبدايه دوس على الفرقه كمون. طيب لكن انت النهارده هرجع بس لجزئية محمد النني، انت بتستنى ان انت تجيب جون من ضربه ثابته. كابتن عبد، هرجع لجزئية محمد النني، انت متفق ان النني ما يلعبش واللي يلعب مكانه حمدي فتحي زي ما الكابتن رضا بيقول؟ لا حمدي ممكن يلعب لو السوليه مش متفق موجود. متفق ولا مش متفق؟ لا مش متفق. النني ليه ادوار تكتيكيه في المنتخب وفي الملعب. انا مع الكابتن رضا ولا اي حد بديل النني يلعب يكون اي حد.